أعلنت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على مدينة الحضرة الأثرية في جنوب غربي محافظة نينوى بعد معارك شرسة مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت خلية الأعلام التابعة للحشد قد أكدت سابقا اقتحام أحد ألوية الحشد المدينة شمال مركز قضاء الحضر وأنه يخوض معارك شرسة داخلها. وأشارت إلى تحرير قوات الحشد 11 قرية في المنطقة في غضون الساعات 24 الماضية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحاول فيه القوات العراقية منذ 6 أسابيع السيطرة على جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل، فيما تمكنت هذه القوات من تحرير حي التنك. للمزيد معنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، هل يسيطر الحشد الشعبي بالكامل على هذه المدينة وهذه المنطقة، وما الأهمية الاستراتيجية لمدينة الحضر؟ جمال، اليوم الثاني للعملية العسكرية الواسعة النطاق والتي تمتد على مساحة تقدر ب 60 كيلومترا مربعا. هذه المنطقة أو هذه المساحة تتلخص بقضاء أو بلدة الحضر التي لا يفصلها عن مدينة الموصل سوى 160 كيلومترا، وهي تحتل موقعا استراتيجيا يسمح لمسلحية وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بإمداد آخرين من أقرانهم في المناطق الغربية من الشطر الغربي لمدينة الموصل، حيث قاطع مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتالي بات ضروريا على قيادة العمليات المشتركة الاعتماد بشكل كامل على فصائل من الحشد الشعبي دون الاستعانة بالجيش أو الشرطة الاتحادية التي تنشغل في محاور الجنوب والشمال من الشطر الغربي لمدينة الموصل. كما ذكرت في متن الخبر، تمكنت وحدات أو فصائل من الحشد الشعبي من بسط سيطرتها على 12 قرية خلال 48 ساعة الماضية، وقد تمت عملية اقتحام المدينة الأثرية الخالية من السكان، مع الإشارة إلى أن فصائل الحشد الشعبي سبق وأعلنت قبل بضع ساعات عن مقاومة شرسة يبديها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الذين فجروا خلال 48 ساعة مضت أكثر من 60 سيارة مفخخة يقودها انتحاريون على فصائل الحشد الشعبي التي كما ذكرت تم تكليفها رسميا عبر قيادة العمليات المشتركة بالتقدم في هذه المنطقة الصحراوية التي تربط بين محافظتي الأنبار والموصل. ولا بد من الإشارة جمال على عجالة بأن وحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب تخوض اشتباكات عنيفة مدعومة بطائرات الأف 16 الآن في مقبرة وادي أعقاب التي تفصل بين وحدات النخبة وبين المواقع التي تسيطر عليها الفرقة التاسعة المدرعة من الجيش العراقي، وبالتالي عملية اقتحام هذا الوادي أو هذه المنطقة ستسمح للقوات العراقية سواء من جهاز مكافحة الإرهاب أو الجيش بالتلاقي، وبالتالي بالإمكان تطويق المركز مركز الشطر الغربي بشكل كامل. وسنتابع معك طارق تطورات الوضع الميداني في الموصل. شكرا جزيلا لك طارق ماهر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بغداد.